في كلمته أمام قمة العالمية للحكومات بدبي، مدبولي يؤكد تطلع مصر لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام عبر تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الاقتصاد. من سلوفينيا، شكري يؤكد أن مستوى الدمار والقتل بين المدنيين في غزة وصل لمستوى غير مسبوق، ويجدد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في رفح الفلسطينية تسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، وبوريل يحث المجتمع الدولي على إعادة التفكير في تقديم الأسلحة لإسرائيل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة عملت على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام من خلال تعزيز الاستثمار والصادرات في هيكل الاقتصاد. وأضاف مدبولي أمام القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي أن الدولة تعمل على تعميق وتحفيز التصنيع المحلي. ما تسعى الدولة المصرية إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030 من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخراً لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الإراضة الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص والبدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية. وتستهدف مصر وفي سياق استراتيجية الذكاء الصناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على هامش القمة العالمية للحكومات، حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة أيضا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. بدورها قالت جورجيفا إن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل. كما التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس البنك الدولي أجاي بانكا، وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي باعتبارها المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات. استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ محمد بن راشد. ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن راشد عن تقدير رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السيسي، كما أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات. عقد وزير الخارجية سامح شكري عدة لقاءات ثنائية مع رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار
ورئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب ومادكا هان وزير الاقتصاد والسياحة والشباب، وتناولت لقاءات وزير الخارجية سبل تنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتعزيز حركة التجارة البينية وتنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات سواء الصناعية أو الزراعية، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والاستفادة من المزايا النسبية التي تملكها كلا الدولتين. هذا وأكد وزير الخارجية سماح شكري أن مستوى الدمار والقتل بين المدنيين في قطاع غزة وصل لمستوى غير مسبوق في انتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولية. وعقب مباحثاته مع نظيرته السلوفينية، شدد شكري على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة بالقدر الكافي والمستدام للقطاع، والعمل على إزالة العوائق الإسرائيلية أمام عملية دخول المساعدات، وحذر من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، مطالبا الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية. وجدد شكري رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها إلى أن أي إجراء حول هذا الشأن غير مقبول من الجانب المصري. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. تواصل قوات الاحتلال شن غارات مكثفة على أنحاء قطاع غزة، وذلك لليوم 29 على التوالي. وركزت قوات الاحتلال غاراتها اليوم على منطقة رفح جنوبي غزة، والتي تكتظ بأكثر من نصف سكان القطاع من النازحين. وأسفرت المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، فضلا عن إصابة العشرات، حيث قصفت طائرات الاحتلال أكثر من 24 منزلا وعددا من المساجد والمؤسسات في المنطقة. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة محور خان يونس. وأعلنت حركة حماس تمكنها من الاشتباك مع مجموعة من قوات الاحتلال والإجهاز على 10 منهم من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، كما أعلنت استهدافها قوات راجلة في ذات المنطقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح. كما أعلنت
حماس مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين لديها من بين 8 الذين أعلنت أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات المكثفة على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها سترجع الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين من وحدة خاصة وإصابة 9 آخرين بينهم حالة خطرة بجنوب القطاع. ومن جانبها أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية مقتل أكثر من 11 جنديا وضابطا في كمين محكم نفذته الفصائل الفلسطينية في خان يونس بجنوب القطاع. قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال إن المحكمة تحقق بجدية في أي جرائم يتم ارتكابها في غزة. وأضاف خان أن الذين لا يلتزمون بقانون ليس لهم أن يشتكوا لاحقا عندما تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في إطار الولاية المكلفة لها. أعلنت مصر رفضها لتصريحات وزير المالية الإسرائيلية معتبرة أنها تحريضية وغير مقبولة وتكشف عن نهم للقتل والتدمير. وفي بيان لوزارة الخارجية أوضحت أن مثل تلك التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه. حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن على الإدارة الأمريكية ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية. وأضاف أبو ردينة أن استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعها إقليميا، لافتا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا. وطلب أبو ردينة المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتحرك بشكل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف العدوان. قال ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل. وأكد بوريل أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من وكالة الأونروا حتى لا تتعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، داعيا للتحقق من مزاعم وجود نشاط لحركة حماس في الأونروا. وقال بوريل إن أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية سيوقف المساعدات ويوسع الكارثة الإنسانية. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دعا إلى وقف إطلاق النار في التصعيد الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة. وأضاف أدهانوم أن المساعدات التي قدمت للقطاع حتى الآن من حيث الإمدادات الطبية غير كافية في ظل الاحتياجات التي تزداد كل يوم. وحتى الآن
لقد قدمنا 447 طنا من المواد الطبية لغزة، ولكنها نقطة في بحر وديء واسع من الحاجات، ولكننا نرفع هذه المساعدات. وإن 15 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل بطريقة بدائية في غزة، وإن العاملين في القطاع الطبي يعملون بطريقة وفي ظروف مستحيلة. وأنا متخوف وقلق بالأخص بسبب الهجوم الأخير في رفح، حيث أن معظم الهاربين من غزة موجودون. إن المنظمة، منظمة الصحة العالمية، تستمر في النداء ومطالبة الوصول الآمن للعاملين في المجال الطبي لتزويد المعدات الطبية، ونحن نطالب بإطلاق سراح المخطوفين لدى حماس، ونطالب بوقف لإطلاق النار. أعلن حزب التجمع أن الحزب تلقى باندهاش بالغ تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن معبر رفح. وصرح متحدث رسمي باسم الحزب أنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي ظهرت خطط الحكومة الإسرائيلية في إجلاء القطاع من سكانه وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وممارسة كافة الضغوط على مصر لكي تعدل من موقفها الرافض للتهجير القسري أو الطوعي، وتتمسك بضرورة وقف الحرب التي يحول دون وقفها الفيتو الأمريكي. وجدد حزب التجمع المساندة للموقف المصري الواضح منذ بدء هذه الحرب للمطالبة بإنهائها ومعالجة جذور المشكلة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة بمنح الشعب الفلسطيني الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة. استقبل مطار العريش الدولي طائرتي مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات وسلطنة عمان لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش بأن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش بلغ 579 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية. استقبل ميناء رفح البري 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية. وصرح مصدر مسؤول بالميناء بأنه تم أيضا عبور 250 من حملات الإقامات الأجنبية و95 من حملات الجوازات الأجنبية و132 من حملات الجوازات المصرية. وأفاد المصدر بأنه تم إدخال 80 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة، منها 75 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة وثلاث شاحنات للوقود وشاحنة غاز. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس التركي يؤكد أن مباحثاته في القاهرة ستركز على العدوان على غزة والتعاون الثنائي. نجدد التحية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سيتصدر جدول محادثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة. وأكد أردوغان أن المباحثات في القاهرة ستناقش مختلف القضايا، منها الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع. ويبدأ الرئيس التركي جولة اليوم بالمنطقة يستهلها بالإمارات. وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان سيقوم
بزيارة رسمية لمصر الأربعاء المقبل بدعوة من الرئيس السيسي، حيث أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة للقضايا العالمية والإقليمية الراهنة. ذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية استهدفت بصواريخ في حدثين منفصلين أثناء إبحارها في باب المندب. في تهديد جديد للملاحة في البحر الأحمر، تعرضت ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال لهجوم بصاروخين في حادثين منفصلين أثناء إبحارها في باب المندب. شركة أمبر البريطانية لأمن الملاحة البحرية ذكرت أن ناقلة البضائع المملوكة لجهة يونانية أبلغت عن رصد مغزوف قربها على مسافة 23 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من خورعنجر في جيبوتي و40 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن. وأضافت أمبر أنها تلقت معلومات تفيد بأن الناقلة تعرضت للاستهداف بالصواريخ في حادثين منفصلين خلال 20 دقيقة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أوضحت في مذكرة استشارية محدثة أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجومين بصاروخين، لكن الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي. هذا وقد دأبت قوات الحوثي على استخدام الطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر منذ منتصف أبريل. وتقول قوات الحوثي إن الهجمات تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولمحاولة ردعهم، شنت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين الحين والآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق على سفن في البحر الأحمر. وقد أثرت هذه الهجمات على حركة الشحن العالمية، مما دفع العديد من الشركات إلى عدم استخدام البحر الأحمر واختيار طريق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا. تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية في 3 مارس المقبل وتستمر لمدة يومين. يأتي ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث ينظمها منتدى 50 سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، وسط حضور حشد نسائي دولي ومحلي موسع. وتستهدف القمة تمكين التغيير وبناء قوة المرأة على أرض الواقع في حياتها المهنية والاجتماعية. وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون بموعد العلاوة الدورية والحافز الإضافي والحد الأدنى للأجور. وخلال الجلسة وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما اتخذه من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي لاستكمال دوره المنوط بسن وتشريع القوانين. في مستهل الجلسة أعلن المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليطرح عدد من النواب وبآرائهم بشأن هذا القانون المهم. حزمة قرارات تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه لدعم المواطن المصري، حقيقة يعني احنا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الحزمة التاريخية من هذه القرارات. وهذه القرارات شملت كل المواطنين، يعني بداية من زيادة حد الأجور او رفع حد الأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة يعني العلاوات لكل يعني الموظفين في الدولة وفي القطاع الخاص وفي قطاع الأعمال، بالإضافة إلى زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين ومزيادة معاش تكافل وكرامة. بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على
مجموع الحزم الاجتماعية التي تهم المواطن المصري، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص القيادة السياسية وإحساسها بالمواطن المصري في كل يعني على كل المستويات ولكل الفئات الموجودة. وطبعا حضرتك وهذا ليس غريب عنه فهو يعني طبعا واحد مننا. وفي مداخلة له أثناء الجلسة وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر إلى الرئيس السيسي على ما اتخذه من حزمة إجراءات حماية اجتماعية انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. أعلم جيدا أنكم جميعا توافقون على حزمة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتضمن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوات ومنح خاصة وزيادة الحافز الإضافي وكذا زيادة المعاشات انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. كما أعلن المجلس خلال جلسته الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، إلى جانب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ليرفع المجلس الجلسة للانعقاد مجددا في 25 من فبراير الجاري. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشار عدد من أعضاء مجلس النواب بقانون رعاية حقوق المسنين، وأكدوا أن القانون يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم، وكذلك تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. قانون في غاية الأهمية، وهو قانون لرعاية المسنين وضمان حقوقهم، ده في إطار تشريعي وده بيأتي تأكيدا لنصوص دستورية أهمها المادة 83 اللي هي عن تلتزم الدولة برعاية حقوق المسنين، وده أنا بعتبره رد قوي جدا على بعض من هم يطلقون الشائعات على الدولة المصرية، وده بيأتي ضمانا من ضمانات حقوق الإنسان للمواطن المصري. أيضا حزمة إجراءات وحزمة تشريعات خاصة بالعلاوة ورفع الحد الأدنى للمواطن المصري، وده بينعكس انعكاس ايجابي على المواطن في ظل ظروف اقتصاديه طاحنه، العالم كله بيشهد ظروف اقتصاديه ومشاكل اقتصاديه كبيره جدا. القانون به العديد والعديد من المميزات التي تخص المسن بشكل عام والمسن الاولى بالرعايه، واحد تلك المميزات مميزات طبعا في اعفاءات في استخدام المواصلات العامه واعفاءات في استخدام المنشات الرياضيه والمنشات الثقافيه وغيره، ممكن كمان كان في بيكفل له الرعايه الصحيه والنفسيه، وده يتفق مع المادة 83 من الدستور التي ألزمت الدولة أن هي توفر الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمسن. الحقيقة حزمة العلاوات الاجتماعية اللي وافقنا عليها دلوقتي في المجلس، الحقيقة ده بيؤكد ما أشار إليه فخامة الرئيس أنه دايما مع الطبقات محدودة الدخل، وهذه الحزمة توجه للعاملين في جهاز إدارة الدولة، المعاشات. الحقيقة امبارح وافقنا على قانون المسنين، كلها الحقيقة بتصب في صالح المواطن اللي فعلا يحتاج إلى المساعدة. حزمة الحقيقة أنا بركز على المعاشات 15%، ويمكن لتاني مرة يزداد المعاش في هذه الفترة القريبة من 1/7 واعتبار من 1/3، والأول مرة الحقيقة يتصدى على 180 مليار جنيه كقرارات اجتماعية اللي وافقنا عليها، وحزمة العلاوات اللي جت ب 180 مليار، وده رقم الحقيقة الدولة قدرت توفره لصالح المواطن محدود الدخل.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارسي الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل. شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث، مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسؤوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة. في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضرية الجديدة، استقبلت مدينة بورسعيد الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية لمشاهدة معالم ومشاريع المحافظة. ويأتي هذا الملتقى في إطار تطوير أنشطة مبادرة جيل جديد وضم براعم جديدة لها. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. مدينة بورسعيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة. على مدار 3 أيام استضافت قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والتي انطلقوا منها يومياً للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956. لما تشوف أبطال حلفين يحمو يبنوا اليوم الدين وليك يا مصري ردوا الدين لأجل بلدنا للأمار. ويستعرض نماذج للفدائيين والتي كرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. النهارده مبسوط ان انا جيت في متحف بورسعيد وشفت نماذج عن الفدائيين اللي حاربوا في العدو في 56. بذكر مبادرة الجيل الجديد انها جابتنا متحف بورسعيد، شفنا النماذج المشرفة دي وصورهم وقرينا عنهم. انا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فكر في الشباب وفكر فينا وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد. انا انضميت للمبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا ان هم راحوا اماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة قوي. قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه إلى 30ات القرن الماضي. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه
واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إحدى المعديات في جولة بقناة السويس، حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة. اشوف حاجه يعني جديده في حياتي، مبسوط جدا انا بشوف حاجات زي دي في بلدي، وفخور ببلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي. رحنا حاجات كتيره جدا حلوه قوي في بلدنا ما شفناهاش قبل كده، ونشكر مبادره كلنا واحد، وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر. لما تشوف ابطال حافين يحموا يبنوا اليوم وإدراكا لأهمية اطلاع النشأ على الصناعات الوطنية، نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد، حيث اطلعوا على مصانع الضفائر الكهربائية للسيارات. النهاردة بنرحب بمبادرة جيل جديد عندنا في شركة سوموتومو إلكتريك إيجيبت، وإحنا مبسوطين جداً بزيارتكم عشان نقدر إن إحنا نوصل للجيل الجديد فعلاً إن في صناعات كبيرة موجودة في مصر زي صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات. أنا شايف إن دي فكرة كويسة جداً ومبادرة جيدة جداً، لأن هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد إنه يتعرف على صناعات كتير موجودة في البلد، صناعات قادرة إن هي تصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيرة شبه صناعة السيارات. المصنع بيصدر لأكثر من دولة في أوروبا. كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديدة، وأول مرة أجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو. أنا فخورة جداً بالمصنع دوت، وأول مرة أشوفه وأتمنى أشوف حاجات كتيرة تاني. ثالث مرة ليا أجي المبادرة، والنهاردة اكتشفت إن فيه في مصر أكبر مصنع للضفائر الكهربائية للسيارات وبيصدر لجميع دول العالم. وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبي احتياجات السوق المحلي. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. مبادرة عظيمة إن احنا نعتني بشباب صغير ده وندور من فكرهم ونوريهم إن البلد في تغير وتحسن والصناعة بتنمو، وإن مصر في عهد سيادة الرئيس ابتدى يبقى في مصانع جديدة تعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه، فدي حاجة يعني شرفتها طبعا. أنا مبسوط جدا إن وزارة الداخلية خلتنا أزور مدينة بورسعيد وأزور أكبر مصنع كاوتش في مدينة بورسعيد، ولما أروح أحكي لأصحابي وقرايبي على اللي شفته النهاردة. المبادرة حلوة وجينا هنا مصنع كاوتشات وبشكر سيادة الرئيس وزارة الداخلية على المكان الجميل اللي جابته لنا. وحرصت وزارة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر أنفاق 3 يوليو التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة، متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة، وهو من المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية، وتم تنظيم احتفالية لهم هناك. اسمحوا لي أشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطالبات المناطق الحضرية الجديدة، شكر خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورسعيد شركة ميرسك على الاستقبال العظيم اللي استقبلوه لنا النهاردة والأماكن اللي وراها لنا، وبجد أنا فرحان وفخور جدا إن احنا عندنا شركة زي دي وميناء زي دون داخل مصر. We are very proud to work with the government of Egypt on initiatives that we see today, where the government of Egypt is investing in the future of the country, the youth of the country. They are providing opportunities for youth to acquire new skills, to look for job opportunities, and to provide them training. And we are very, very proud to associate ourselves with these initiatives by the government. أنا دلوقتي في ميناء شرق التفريعة، وخلنا فيها جولة جميلة جدا. شفنا حاجات كتيره مفيده وعرفونا الوعي والحمايه وحاجات كتيره قوي حلوه. فخور ان احنا عندنا حاجه زي دي بالضخامه دي وبالحجم ده،
ومبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده. بصراحه كانت جميله جدا، وانا كنت بصراحه ما كنتش اعرف ان في بورسعيد مكان زي ده بصراحه. على هامش الملتقى تم تنظيم ندوات تثقيفية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملتقى بعد النجاحات التي حققتها الملتقيات السابقة. أنا عايزة أرحب بكل زمايلي الجدد اللي انضموا لنا في المبادرة حديثة. أنا مبسوطة جداً بزمايلنا اللي انضموا معنا المبادرة الجديدة، وبتمنى أن هم يستفادوا كل اللي احنا استفدناه من المبادرة. وتهدف هذه الندوات إلى إسقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعريفهم بالإنجازات الوطنية. أنا اسمي مصطفى الجمال من حي بشاري خير، وأنا إزاي أحافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة، وإزاي أخلي مستقبلي أفضل. كل المباني الحلوة اللي احنا شفناها وكل المشروعات الناجحة دي هتلاقي اللي نجحها الناس اللي شغالة فيها. زي ما احنا عندنا مستشفى ناجحة بقى عندنا شرق تفريعة ناجحة، وزي ما احنا عندنا مدرسة ناجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح. كل المرتبط ما بين ده هو بني آدم ناجح. عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى أقوية وناجحين، ويبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمله. عايز أعرف إزاي أكون مفيدة لبلدي. أول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى عملية التغيير لابد إنها تكون جوايا الأول، وبعد كده أبدأ أغير في اللي حواليا. يبقى أنا بطور من نفسي، بطور من مهاراتي، وبتعلم كل جديد، وبعد كده ببدأ أوصله للآخرين عن طريق إن أنا أكون إيه؟ قدوة. بشكر طبعاً السيد الرئيس وتطبيقه للاستراتيجية اللي بتقول إنه إحنا لازم نأكد على إن بناء الإنسان قبل بناء البنيان. فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا إن في تطبيق فعلي للتأكيد على المهارات اللي إحنا لازم نطورها في الإنسان. النهاردة استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معنا في المبادرة المرة اللي فاتت، والشباب بالمجموعة الأولانية رحبت بالمجموعة الثانية، وكل يوم بنزيد، وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر إن شاء الله نكون مجتمع ناجح وراقي يحافظ على البلد. لما تشوف أفضل تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية دراسياً من مختلف المراحل الدراسية. أجيال طلاب مصر جديد بتقول دايماً تحيا مصر. لما تشوف أبطال حافي يحمو يبنوا اليوم الجديد. أنا مبسوط بمبادرة الجيل الجديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة وبتدينا دفعة إن إحنا نتفوق. وتأكيدا على نجاح مبادرة جيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط، وهو ما انعكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيمهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى. اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل ترفيهي كبير وسط التقاط لصور تذكارية تخلد هذه اللحظة. بجد مبسوط بختام الملتقى الرابع، وبجد فرحانين كلنا ان احنا نيجي هنا بورسعيد ونتعرف على حاجات جديدة في بلدنا. انا اول مرة ازور الاماكن دي وفخورة جدا بالاماكن دي. بشكر سيادة المدرس على كل المبادرات اللي عملها لنا، ويا رب تكون على طول. المتميزون ثقافياً وعلمياً ورياضياً من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقيات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوماً بعد آخر، في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها. We'll be right back.
تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لتعريفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر، وكذلك الإرث الحضاري الذي تزخر به. وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أخباري المالي والأعمال. وليلى عمر، أهلا بك. شكرا لكم سحر ناجي ودينا فكري، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس مجلس إدارة شركة شاشجام التركية لتصنيع الزجاج حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرية باعتباره من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، حيث أكد سمير حرص الوزارة على توفير جميع أوجه الدعم للشركات التركية للإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى إمكانية تعاون مركز تحديث الصناعة مع الشركة في مجال الألواح الشمسية، والتي تأتي ضمن 152 فرصة استثمارية التي تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مؤشر أجيلتي لجنسيات الأسواق الناشئة، والذي أشار إلى تقدم مصر 3 مراكز لتأتي في المركز 18 من بين 50 دولة لعام 2024. يهدف المؤشر إلى تقييم 50 سوقا من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم من خلال مجموعة فريدة من المتغيرات التي تقيس الأداء الحالي والقصير والمتوسط عبر العوامل الهيكلية والدورية في أسواق الخدمات اللوجستية في كل دولة والقطاعات الرأسية الرئيسة. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه. أما في مؤشرات البورصة، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 28,494 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 وذلك بنسبة 8.8% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق ملتزم بقرارات منظمة أوبك فيما يتعلق بالإنتاج، وملتزم أيضا بعد إعلان خفضه الطوعي الثاني في ديسمبر بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا. وذكر الوزير أن صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا. تستضيف العاصمة الروسية موسكو في 27 من الشهر الجاري اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في تجمع بريكس. وقال إيفان شيبسكوف نائب وزير المالية الروسي إن موسكو تعول بصورة كبيرة على أهمية المسارات المالية لتجمع بريكس، بما يحقق التكامل المنسق والمحقق لمصلحة دول التجمع والعمل بصورة موحدة وتحقيق التعاون في مجالات الجمارك ومنع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية لدول التجمع وتمويل مشروعات البنية التحتية. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ودينا، إليكم من جديد. شكرا لك إلى عمر.
استقبلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية وعمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمقر وزارة الثقافة. وخلال اللقاء رحبت نيفين الكيلاني بزيارة المستشار تركي الشيخ وثمنت التعاون الذي سيتم بين مصر والسعودية. تعاون في مجال الأوبرا، تعاون في مجال المسرح، تعاون في مجال المحتوى، تعاونات مختلفة، تعاون في الفرق الموسيقية، ليالي سعودية، ليالي مصرية مختلفة هنا وهناك، يعني إن شاء الله أشياء ورعايات لبعض الأشياء المهمة إن شاء الله. هل هي كلها تعاونات غنائية فقط ولا هي في تعاونات سينمائية أيضا مع المتحدة صندوق، وفي تعاونات ايضا رياضيه ايضا. التبادل الثقافي بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه قائم وممتد عبر سنوات طويله. احنا بندخل مرحله جديده في التعاون مع هيئه الترفيه في مجالات عديده زي الحفلات الغنائيه في الموسيقى العربيه والاوبرا والباليه والدراما المسرحيه، الى جانب طبعا الشركه المتحده مشاركه معنا في هذا التعاون في مجال السينما ومجالات اخرى كثيره في مجالات الفنون والثقافه. طبعا برعايه سياده المستشار وبرعايه معالي الوزيره، وان شاء الله في الفتره الجايه هيتم الاعلان عن كثيرا من التعاون ما بيننا وما بين المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله احنا سعداء بوجود معالي المستشار، وان شاء الله التعاون في الفتره الجايه يبقى اكبر، وان شاء الله نشوف طفره في التعاون ما بين البلدين. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. وعودة مرة أخرى إلى ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا دينا وسحر، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأخبار الرياضية في هذه النشرة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة عن استضافة المملكة العربية السعودية لمباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2022-2023 بين فريقي الأهلي والزمالك. أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم تحديد 8 مارس القادم موعدا للقاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض. هذا وأكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المرحلة المقبلة ستكون جميع المباريات القوية فيها في مسابقة الدوري المصري الممتاز بطاقم تحكيم مصري، ولا يوجد أي تفكير باستخدام طاقم أجنبي. وأضاف فاروق أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية في 8 مارس ستكون بطاقم تحكيم مصري، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الحكام المصريون ببطولة كأس الأمم الأفريقية وظهروا فيها بشكل مميز. حقق فريق السيدات للكرة الطائرة بنادي سبورتينغ ذهبية دورة الألعاب العربية التي أقيمت بمدينة الشارقة في الإمارات خلال الفترة من 2 حتى 12 من فبراير الجاري بعد الفوز على فريق سلوى الصباح الكويتي في المباراة النهائية. وهنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة فريق سيدات كرة الطائرة بنادي سبورتينغ بعد تحقيق لقب دورة الألعاب العربية، مؤكدا أن اللقب يضاف لنجاحات الفرق المصرية في المحافل العربية والدولية. كشفت صحيفة ليفربول إيكو عن إمكانية تواجد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والريدز في القائمة قائمة فريقه خلال مباراة برينتفورد المقرر لها السبت المقبل بالجولة 25 بالدوري الإنجليزي. وأكدت الصحيفة زيادة فرص انضمام محمد صلاح لقائمة ليفربول في مباراة برينتفورد حال مشاركته في التدريبات الجماعية هذا الأسبوع في ظل غيابه عن التدريبات الجماعية منذ أكثر من 4 أسابيع، وتحديدا منذ إصابته في مباراة مصر وغانا بمباريات بطولة الأمم الإفريقية التي انتهت أمس. ختام جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لدينا وسحر واستكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى.
أدان حزب الوفد ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من استهداف لمدينة رفح الفلسطينية. وأوضح حزب الوفد أن إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة كل أصناف الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي. أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة هشام عناني أن اجتياح إسرائيل رفح الفلسطينية هو استمرار لجرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني رغم التحذيرات المصرية والدولية. وأوضح عناني أن الاجتياح الإسرائيلي المرتقب هو انتهاك لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو تصعيد مرفوض شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن محاولة إسرائيل التغطية على الفشل العسكري الذريع في غزة هي محاولة بائسة ولن تجدي وأن عواقبها وخيمة. أعلن حزب المؤتمر أن استهداف المواطنين الأبرياء بهذه الوحشية في رفح يؤكد للجميع انتهاك إسرائيل ومخالفتها للقوانين الدولية. وأضاف حزب المؤتمر أن إسرائيل تخرق الأعراف وأن اعتدائها على الإنسانية أمام العالم أجمع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يمارس حرب إبادة ضد الأبرياء، لافتا إلى أن قصف المناطق السكنية برفح الفلسطينية بمثابة جريمة حرب. هذا وأشار الحزب إلى أن مصر سبق وحذرت من استمرار نهج جيش الاحتلال لهذه الحرب الغاشمة ضد المواطنين الأبرياء بهدف تصفية القضية الفلسطينية. أكد حزب الإصلاح والنهضة أن حكومة نتنياهو فقدت صوابها وأنها تقدم على خطوة خطيرة بالهجوم على رفح الفلسطينية. وقال الحزب في بيان له إن الاجتياح البري الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية يعد جريمة إبادة جديدة تضم وتنضم إلى سلسلة جرائم الاحتلال. وأشار إلى أن على كافة عقلاء العالم الاتحاد معا في معسكر الإنسانية والسلام الذي تقوده مصر في وجه معسكر العنجهية والتطرف والذي تتزعمه إسرائيل، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكافة الداعمين لإسرائيل إلى تحديد موقفهم. We'll be right back.
وعن أحوال الطقس والأحوال الجوية نستعرضها مع الزميلة ليلى عمر. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ماء للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 23 الصغرى 12، إسكندرية 20-12، مطروح 18-11، بورسعيد 24-13، الإسماعيلية 25-11. ننتقل إلى السويس العظمى فيها 24 الصغرى 12، العريش 25-12، طابة 24-13، شرم الشيخ 27-16، الغردقة 27-13. أما في الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 29 الصغرى 12، أسوان 29-13، الوادي الجديد 29-7، شلاتين 28-15، وأخيرا حلايب 24-16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. They're brothers, sisters, mothers, fathers. Coincidentally, found so many of her family members on it. I hope, I pray that God does not show you mercy. If it does not happen. No! Please fire now! Please fire now! وبلقطة اليوم نصل إلى نهاية نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. في كلمته أمام القمة العالمية للحكومات بدبي، مدبولي يؤكد تطلع مصر لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام عبر تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الاقتصاد. من سلوفينيا، شكري يؤكد أن مستوى الدمار والقتل بين المدنيين في غزة وصل لمستوى غير مسبوق، ويجدد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقوات الاحتلال ترتكب مجزرة في رفح الفلسطينية تسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، وبوريل يحث المجتمع الدولي على إعادة التفكير في تقديم الأسلحة لإسرائيل.